نلتقي بالآباء الكرام. ليس الكريم اسمي أحمد. من أين الأخ أحمد؟ من سلمة. ما ممكن تعطيني نبذة عن بلادكم؟ بلاد سلمة. أيوة، إيش اللي فيها؟ فيها أشجار بس باقي فيها مشي على الشجار. والسكن حد باقي ساكن فيها؟ هي حد. وهذاك وفي أفلاق وكذا؟ لا مشي. ماشي أفلاق؟ لا مشي. أها. نعم. تعب زين. ومن معي الوالد ليس كريم؟ معك محمد بن حماد عبويسي. من أين؟ من منطقة الجر والرحب. ممكن تعطيني نبذة عن هذه البلدة؟ نبذة عنها والله ما شيء، نبذة عنها بنواتق شعبية. أها. بريوت شعبية من حكومة. جميل. إنزين وبلاد جبلية. جميل. أيوة. عندها مزارع مشي. مشي. ويا مشي. عندها رق. قبل أوائل عايشين على إيش الأوائل؟ عايشين أول نريد فق حمار. أها. نسكن في المنطقة دي. أيوة. أول عايشين. نعم. وتوها الحين سيارات وسووا لنا رق الحمد لله رب العالمين. وانتقلتوا هناك يعني؟ انتقلنا على الرق هذا. ايه نعم جميل. بارك الله فيك. الله يبارك. وانت الاسم الكريم؟ خلاص لا هي. لو من اي بلد؟ من اي بلد؟ الجر والعيسى. نفس البلاد يعني. اعطيني نبذه عن البلاد ايضا. بايش تتميز؟ يعني سيح ومكان جبلي. جبلي. وقبل وين كنت عب ساكنين قبل ما تنتقلوا هناك؟ مقطع. أيوة. فين هذه؟ تحت في البلد. دمه والطايين. أيوة. ممكن تعطوني نبذة عنها؟ فيها أفلاق. فيها أفلاق. أيوة. يزرع فيها البر. نعم. والثوم. جميل. هلا. ما شاء الله. وكيف العادات عند الناس قبل في التواصل وكذا؟ الحمد لله. ها؟ ماشي. وايش اللي شجع الناس يسكنوا هناك برغم انه مكان شقوف وكذا؟ شجعهم من شان الكهوف ومن شان الاغنام يسرحون في السيوح. يسرحون في السيوح يعني. قربهم بلدين. أيوة. ما يصير اغنام وبلدين مع بعض. ما تروح. لا ما تروحت. لا. نعم. هذه مسرحات مال جبل جبليه. اها. مناطق جبليه ويسكنوا في الشتاء. كهوف داخلي. ايوه ما شاء الله. ايش من الكهوف اللي اسمها كهوف موجوده؟ كهوف موجوده الاغنام. أيوة. أسامي العيسي. إنزين. إنزين. وإيش أيضا؟ وأسامي كتم. كتم زين. والسقتين. والسقتين. أيوة. وأسماء. أسامي الجروف. نعم. بين سكن أول شجاب. أيوة. وإيش أسماء الأماكن الأخرى أيضا؟ الأماكن الأخرى كلها مناطق يعني ساحرة. اللي يحضرك من الأسماء؟ اللي يحضرني من الأسماء السليل. إنزين. إنزين. ومن التقاط الرحب. الرحب. أها. والجر. نعم. والعيسي. أها. إنزين وكتم. وكتم ما شاء الله. أيوة. نعم. وصفيرة. نعم. هذه من تقبل بين نحويها قريب. نعم جميل. أيوة. الله شاء الله. أيوة. جميل. الاسم الكريم؟ مصبح بن خبان. لك مصبح من أين؟ والله من منطقة وسال ولاية قريات. جميل. ممكن تعطيني نبذة عن وسال؟ أي نعم. إيش اللي فيها؟ والله فيها منازل ورمان وأشجار وعنب. ما شاء الله. هذا. جميل. وفيها كفوف. أها. خلفة الشياب. هل باقي حد ساكن فيها ولا خلاص؟ حد موجودين الحمد لله. محافظين على البلاد. بجود الله وجود الحمد لله يوفقكم. بارك الله فيك. ما هي نصيحتكم حق الشباب يعني حتى يحافظوا على هالبلدان؟ إيه إيه. إيش نصحوهم؟ الحمد لله. والله ناصح بهذا المنازل وهذا عم يغيروا فيه وهذا الكفوف. جميل. والزرايع الموجودة. نعم. والأزراع وهذا. أها. إيه. نعم. جزاك الله خير. نعم جزاكم الله خير. بارك الله فيك.